هعمل ايه النهارده؟ هعمل لكم طاجن صبيط حكايه. تعالوا نشوف المكونات اللي معانا ايه. صبيط، فلفل، طماطم، بصل، بقدونس، كزبره، ثوم، كرفس، الثوم دقاه بالملح وكمون، وصلصه طماطم وملح وكمون وزيت زيتون. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هقطع الصبيط بالطريقه دي كده، انا ما رضيتش اقطعه، قلت اقطعه معاكم. هقطعه بالطريقه دي كده، يبقى طعمه حكايه، كل اللي يدوقه بيتهبل عليه. خلصنا تقطيعه كده، هنتبله الاول قبل ما نحطه على النار. هنحط الثوم اللي احنا حاطينه بالكمون والملح، حبة طماطم، حبة بقدونس، حبة كزبرة، حبة كرفس، فلفل، كمون، ملح، فلفل. هنحط بقى معلقة شطة مطحونة، معلقة صغيرة. هنقلبه كله مع بعضه كده بالطريقة دي. رشة زيت زيتون كده، ويلا تعالوا نشوف هنعمله ازاي على النار. الطاسه سخنت كده، نحط حبه زيت زيتون، بحب طبعا زيت الزيتون في كل حاجه. يسخن شويه كده، احط البصل، خلي البصل يتحمر الاول شويه كده، تحميره بسيطه. حطينا البصل، هنحط الثوم. حطينا البصل والثوم، هنحط الفلفل، نحط الطماطم، حطيت البصل والثوم والفلفل، نحط السبيط عليهم اللي احنا متبلينه بالخلطه بتاعته كده. قلبي تقليبه يتحمر مع الخضار، بحب الخضره عليه كتير. هحط عليه بقدونس، كزبره، والكرفس كده بالشكل كده. قبل ما احطه في الطاجن هحط عليه صلصة الطماطم واقلبه مع بعض قبل ما احطه في الطاجن. انا ما بحطش ميه خالص كده، يعتبر انا خلصته هحطه في الطاجن. بس انا هطفي عليه كده واحطه في الطاجن. الريحة حكاية. هحطه كده ارصصه في الطاجن قبل ما احطه في الفرن. من احلى الطواجن طواجن السبيط، وسهل ما اخدش مني اي وقت خالص. هغطيه دلوقتي واحطه في الفرن، ولما يطلع هنشوفه. دلوقتي هطلع صينية السبيط من الفرن، طاجن السبيط من الفرن بالطريقة دي. يجنن يجنن. كده اول ما يطلع بالشكل ده، وطبعا استوى وتثبت مع بعض في الفرن. ما اقولكوش طبعا على الريحه، لازم تجربوه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير، وبالهنا والشفا.